بيم أرابيا العدد الرابع، لقاء مع الدكتورة نهى صليب. نتعرف بحضرتك. دكتورة نهى مجدي صليب، أستاذ العمارة والتكنولوجيا الحديثة بجامعة ميدل ساكس لندن إنجلترا، بروجرام ليدر MSc بيم مانجمنت، بروجرام ليدر PSc Architectural Technology. ما هي نمذجة معلومات البناء البيم؟ واستخدام أكثر الطرق فاعلية لزيادة كفاءة عمليات التصميم والبناء، وذلك من خلال أربعة عناصر لإدارة معلومات المشروع: استخدام أحدث التكنولوجيا، تحسين طرق سير الإدارة والعمليات (processes and workflows)، تحديد المناصب والمسؤوليات، ومواكبة أحدث السياسات الخارجية المؤثرة على المشروع. ما هي فوائد نمذجة معلومات البناء؟ الفوائد تشمل جميع مراحل المشروع من تخطيط وتصميم وإنشاء وصولاً إلى إدارة المرفق، كما أنها تشمل جميع القطاعات من المالك والمصمم والمقاول والصانع وحتى المستخدم النهائي. وتتركز هذه الفوائد في تقليل التكلفة والزمن وخفض المخلفات والطاقة على مدار حياة المنشأ أو المرفق. ولكن مع زيادة التنظيف والجودة في التصميم والبناء والصيانة الدورية إلى آخره، والأرباح والإصدارات المتعلقة بالمشروع والصادرات المتعلقة بالمشروع، وأيضا حفظ معلومات وسجلات المشروع بالكامل، التقنيات الحديثة استخدامها بسهولة وكفاءة مستقبلا. مما يتكون ماجستير إدارة نمذجة معلومات البناء؟ يركز هذا البرنامج على عملية الإدارة لجميع الموضوعات المتعلقة بشكل رئيسي بنمذجة معلومات البناء، وليس الهدف تعليم تطبيق بعينه أو مجرد التعريف للطالب بكيفية العمل بنمذجة معلومات البناء على المستوى الفردي، ولكن كيفية إدارة فريق عمل متكامل يعمل بنمذجة معلومات البناء. وينقسم البرنامج إلى ثلاثة أنواع من الإدارة، كل منها يشمل امتداد دورات حياة المنشأ. أولاً، إدارة نمذجة معلومات البناء التقنية. ثانياً، إدارة نمذجة معلومات البناء التشغيلية. ثالثاً، إدارة نمذجة معلومات البناء الاستراتيجية على مستوى الشركة. هذا البرنامج يقدم عبر الإنترنت، لذا يشارك فيه متخصصون في جميع المجالات الهندسية والمتعلقة بنمذجة معلومات البناء من جميع أنحاء العالم. ما هي مستويات نضوج نمذجة معلومات البناء، وكيف يمكن أن نصل إلى المرحلة الثالثة؟ بعد أن أصدرت الحكومة البريطانية قراراً بضرورة استخدام جميع مشاريع القطاع العام لنمذجة معلومات البناء بحلول عام 2016، أصدرت الدولة خارطة طريق قسمت فيها مراحل نضوج نمذجة معلومات البناء لثلاثة مستويات، وطالبت المشاركين في المشاريع الحكومية تحقيق المستوى الثاني (BIM Level 2) حلول 2016. ويشمل هذا المستوى على خلاف المستوى الأول تعاون جميع الأطراف منذ بداية المشروع، وتكامل المعلومات عن طريق ربط النماذج والوثائق المصاحبة الناتجة من تخصصات متنوعة، وطرق سير عمل جديدة وفعالة عبر طرحها لمعايير وأكواد بريطانية جديدة لنمذجة معلومات البناء. أما المرحلة الثالثة BIM Level 3، فحتى الآن لم يتم وضع خارطة طريق واضحة لهذا لعدم توافر الإمكانيات التكنولوجية والمهارات البشرية والعملية لتحقيقها بعد. عند الوصول للمستوى الثالث من نضوج نمذجة معلومات البناء، سوف ينتفي العمل في فرق مختلفة، وسيتم ربط معلومات ووثائق المشروع المتفرقة حالياً Integrated Models عن طريق نموذج أوحد محوري وقاعدة البيانات المتوحدة Integrated Model and Database، بحيث يعمل الجميع معاً بداخلها في نفس الوقت باستخدام إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وتقنيات الذكاء الصناعي Artificial Intelligence. كما سيكون التركيز على تحليل البيانات الضخمة Big Data الصادرة من أجهزة القياس والاستشعار عن بعد المباني لرصد الاستخدامات البشرية للطاقة والإضاءة والكهرباء، اعتماداً على الكود البريطاني لنمذجة معلومات البناء. كيف يمكن عمل كود عربي مماثل؟ لإنشاء كود عربي لابد أولاً من تكوين فريق عمل تاسك جروب من الخبراء من جميع المجالات في قطاع العمارة، الهندسة، التشييد، وإدارة المرافق، تضم ممثلين من القطاعين العام والخاص، الملاك والمصممين والمقاولين والمصنعين ومساحي الكميات وخبراء التكميل، المحامين وخبراء التأمين، ممثلين لوائح حكومية وممثلين من القطاعات الهندسية بالمؤسسات الأكاديمية والتعليمية.
أول أهداف فريق العمل هذا هو تحديد حال قطاع البناء الحالي في الدول العربية ودراسة كل مشاكله وقيوده وأساليب عمله التي يجب معالجتها، ولكن أيضا مراعاتها لتطبيق أي نظم مستقبلية لنموذج معلومات البناء. ومن ثم يبدأ فريق العمل في تحديد الأهداف المسبوق إليها باستخدام نموذج معلومات البناء عن طريق دراسة وافية لتجارب البلدان الأخرى، تحديد المناسب منها والواجب تعديله لموائمة ثقافة البناء العربي. بعد هذه الدراسة الوافية يمكن حينئذ أن يكون فريق العمل مؤهلا لوضع خارطة طريق لتحويل نظم العمل باستخدام نموذج معلومات البناء، لكن يجب أن تكون هذه الخطة منقسمة إلى مراحل عدة لتسهيل عملية التحول تدريجيا ووضع معايير وأساليب عمل واضحة يمكن اتباعها. هذه الخطة المفصلة هي ما ستكون الكود العربي الجديد لنموذج معلومات البناء، ولكن يجب ملاحظة أن يشمل هذا الكود التكنولوجيا وطرق سير الأعمال والمناصب والمسؤوليات والسياسات الخارجية، مع إنشاء كورسات تدريبية تعليمية لإرشاد الشركات والأفراد لكيفية اتباعها. ما هو الفارق بين أكواد تطبيق نموذج معلومات البناء؟ ولماذا لا يمكن تطبيق مثلا الكود البريطاني على دولة أخرى؟ ما المانع لذلك؟ كما سبق الإشارة أن لكل دولة أساليبها ونظمها الخاصة في عملية التصميم، الإنشاء والتعاقد، كما تعاني من مشاكل مختلفة عن غيرها نتيجة لاختلاف الظروف الخارجية مثل قوانين التراخيص بالدولة، حركة البيع والشراء للمواد والأجهزة، قوانين ونوعية العمالة المتواجدة في جميع القطاعات والمستويات، الموروثات الاجتماعية التي تؤثر على كيفية سير الأعمال، وحتى حالة الاقتصاد القومي. ولذا لا يمكن تطبيق كود واحد ليلائم جميع الدول، بالرغم مثلا من قرار حكومة دبي بضرورة استخدام نموذج معلومات البناء في قطاعات معينة، إلا أن الكود البريطاني لم يتم استخدامه لعدم ملائمة ثقافة القطاع هناك في ذلك بعد. ما هو الفرق بين إطار العمل الفريمورك والبروتوكول ومعيار الستاندرد؟ ولو أرادت دولة ما عمل أي منها تبدأ بماذا كبداية؟ البروتوكول هو نوع معين من المعايير لكنه أكثر تفصيلا منها، من حيث الشرح التفصيلي خطوة بخطوة لإنجاز عمل تنفيذي ما، على عكس المعيار الذي يحوي المبادئ والأسس المتفق عليها في مجال معين دون الدخول في أدق التفاصيل التنفيذية. أما إطار العمل فيختلف من حيث الهدف، حيث أنه يمثل هيكل بنائي لمجموعة طرق مترابطة بشكل معين لحل مشكلة شاملة أو قضية ما، وليس عمل تنفيذي بذاته. ولا بد أن تبدأ الدولة بعمل معيار ستاندرد عام أولا، ثم ممكن بعد ذلك تكوين التفاصيل. ما هي أكبر التحديات التي تواجه تطبيق نموذج معلومات البناء عموما وبشكل خاص في الدول العربية؟ أكبر التحديات بشكل عام وخاصة في الدول العربية هي التغيير الفكري والثقافي للعاملين بهذا القطاع في جميع مجالاته، وإقناعهم بأهمية تعلم طرق جديدة للعمل لم يعتادوها من قبل، وترك الطرق التقليدية التي شبوا عليها. فالطبيعة البشرية عامة تقاوم التغيير، خصوصا في المجتمعات العربية التي تحترم الموروثات حتى في العمل، ولم تعتاد المرونة في التفكير بسبب غياب التركيز على هذه الصفة في المناهج التعليمية منذ الصغر. هذه مشكلة أيضا عالمية، وهي أكثر خطورة من عدم توفر الأموال اللازمة للتحديث التكنولوجي أو عدم توافر المهارات التقنية والتنفيذية اللازمة لنموذج معلومات البناء، والتي يمكن معالجتها بالتعليم والقروض. أما النفس البشرية فيصعب التأثير عليها. ما هو التشغيل البيني وكيف يمكن معالجته؟ هو قدرة نظم تكنولوجيا المعلومات المختلفة على التواصل وتبادل المعلومات بينها دون الحاجة لتعديلات تقنية في صيغة وطريقة حفظ المعلومات ليتم هذا التبادل. مثال على ذلك إمكانية فتح النموذج الناتج من عملية نموذج معلومات البناء من برنامج لآخر مباشرة دون الحاجة لتحويلها لصيغة أخرى، ولكن هذه الخاصية حاليا غير متوفرة بسبب الاعتماد على تحويل صيغة الملف معايير أسس الصناعة الموحدة IFC، وهي الطريقة المتبعة حاليا لضمان التشغيل البيني بين أنواع البرامج المختلفة. كيف نربط كفاءة الأفراد بالعمل مع الأساليب المختلفة؟ ثانية واحدة. كيف نربط كفاءة الأفراد بالعمل مع الأساليب المختلفة لعمل نموذج معلومات البناء؟ لضمان كفاءة
كفاءة فريق العمل لابد من تقييمهم على 3 محاور رئيسية: الخبرة أي سابقة الأعمال المشابهة، المهارات التقنية والإدارية إلى آخره، والمعرفة في مجالات نموذج معلومات البناء المتعددة، والأخير هي أصعب محور. فبالرغم من إمكانية قياس المحورين الأول والثاني بأدلة أو اختبارات، قياس معرفة الشخص يحتاج لتحديد مستواه في عدة مجالات الكفاءة، وليس فقط تحقيق شيء أو عدمه. وتوجد حالياً عدة معايير كفاءة تستخدم لذلك، مثل نظام Penn State USA وسوكير بين ماتوريتي والماتريكس. عن طريق هذه القياسات تستطيع تحديد كفاءة العاملين وملائمتهم لأعمال نموذج معلومات البناء المختلفة. ما هو المستوى الذي وصلت إليه الدول العربية في تطبيق نمذجة معلومات البناء؟ بدأت الدول العربية كثيرة الآن وخاصة في منطقة الخليج في محاولة تطبيق نمذجة معلومات البناء، إما عن طريق إصدار قوانين إلزامية باستخدامها أو زيادة الجهود لتدريب الأفراد، ومنها الإمارات، مصر، قطر، لبنان والسعودية. ولكن لا توجد بعد خطط منظمة على مستوى الدولة لمتابعة تطور ذلك، ولكن توقع زيادة ذلك سريعا. ما علاقة الذكاء الاصطناعي بنمذجة معلومات البناء؟ بما أن نمذجة معلومات البناء يرتكز على ربط معلومات المبنى بعضها، يمكن استخدام الذكاء الصناعي لإيجاد وتنظيم العلاقات والأنماط المختلفية بين هذه المعلومات، سواء كان ذلك في النموذج أو قواعد البيانات، وذلك لإيجاد طرق لتحسينها ومن ثم زيادة كفاءة المنشأ وإدارة عملياته المختلفة. كما يمكن استخدام الذكاء الصناعي في الروبوتات التي تستخدم في عمليات الإنشاء سابقة التجهيز خارج الموقع، وأيضا الاستشعار عن بعد في المباني والمدن الذكية لاتخاذ القرارات الأوتوماتيكية المناسبة لتوسيع استخدام الطاقة والإضاءة وغيرها. كيف تؤثر نمذجة معلومات البناء على الجودة؟ تأثير نمذجة معلومات البناء على جودة العمل إيجابي، سواء كانت في مرحلة تخطيط المشروع أو مرحلة التصميم أو التنفيذ أو إدارة المبنى وصيانته على مدار دورة حياته، وسأناقش ذلك بالتفصيل في مقالة لاحقا مع موضوع المخاطر. ما هي العمليات المتقشفة لين؟ العمليات المتقشفة هي الطرق المتبعة لتقليل الهدر في الموارد بشكل عام، سواء في الوقت، المجهود، الأموال أو المجهودات البشرية وغيرها. وقد ناقشت سابقا أن هذه أحد أهداف نموذج معلومات البناء الرئيسية، بجانب زيادة الجودة وتقليل المخاطر وزيادة التصور والملائمة للبيئة. ولذا فإن العمليات والمنتجات المتقشفة هي جزء أساسي من نموذج معلومات البناء. كيف يمكن ربط نموذج معلومات البناء بمعايير القيادة في الطاقة والتصميم البيئي ليد؟ القيادة في الطاقة والتصميم البيئي هو أحد المعايير التي تقدم شهادة تعترف بتحقيق أفضل الاستراتيجيات والممارسات في عملية البناء لتكون صديقة للبيئة، شبيه بالبريم في بريطانيا. يمكن استخدام نموذج معلومات البناء خلال مراحل التصميم والإنشاء لتحقيق ذلك الهدف. ما أهم تطبيقات نموذج معلومات البناء المستخدمة في بريطانيا؟ لا توجد برامج معينة، ولكن منها على سبيل المثال للحصر أوتوديسك، ريفيت، نافيس ووركس، جرين بيلدينج ستوديو، فير أند بلو 360 اي تي سي، جرافيسوفت، أركيكاد، جراسهوبر، برينو، بنتلي سيستم، إكلا سيستم، سوليد بري، موديل تشيكر، بروجكت تويست، إيسايت، فور بروجكت، إيكونكس، سينكرو، كوست إكس، بيكو.